ايوه كذا علامة الاشجار. يا الربع يا جماعة الخير، صحصحوا قوموا. صحصح الله يهديكم ويصلحكم ويتوب عليكم. تدري بالحالة ذي يا خالد، انت لحالك ماسك بث، بالحالة ذي لازم تسوي مقابلة مع نفسك. خلنا اروح اسوي مقابلة مع نفسي، وش اسوي؟ أحسن مقابل من نفسي رجع الدنيا ذي شكل لي ذا. يا مخرج، بما انك انت الحين تقييمك للاوتفت، شو تقييمك للاوتفت؟ شوف الاوتفت، شوف شوف كيف. الهدية، الاوتفت الهدية. نجهز العيال. جزم زنجير تقومون تقهرون، وانا بلشت بالغاز. انا اطالب ان فقرة غدوة تجي وحدة الظهر، وفقرة الاباء تجي متى؟ 9 الصبح، عشان فترة العصر احنا نستانس فيها. انا اشوف فترة العصر بتصير احسن فترة. خلي يجو، خلي يجو، اخلص اخلص، يلا اخلصوا، نبي شعل الدنيا. قم قوموا. فأنا ما حد يسمع الحين، ممكن يسمعوا لي اشخاص اللي برا والدنيا برا. نطالب فترة العصر نبغاها، يعني فترة العصر لازم نستغلها. مجرد اقتراح فقط لا غير. ناخذ مقابلة مع نفسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا مقابلة مع الأستاذ خالد الروقي. نبغى نسأله أسئلة ونشوف وش عند الرجال. يا هلا والله ومسهلا يا المقدم، معك أخوك خالد الروقي، إنسان طموح يهدف، يود أنه يصير إنسان يخدم المجتمع. إن شاء الله أنك تخدم المجتمع يا خالد الروقي. وهل نبدأ من دايركت دغري دغري، هل أنت ندمت يا خالد إنك دخلت البرامج الواقعية؟ واشرحها.